السلام عليكم، أهلا بكم في الجلسة الثانية في الورشة التعريفية بالبرمجة من شبكة التعليم التفاعلية. تحدثنا في الجلسة السابقة عن النقاط التالية: الحاسب كآلة كهربائية يتعامل مع الأصفار والواحدات، تطور اللغات عبر 5 أجيال. أما بالنسبة لهذه الجلسة فسنتحدث عن النقاط التالية: انتشار لغات البرمجة، الطرق الخاطئة والشائعة في تعلم البرمجة، وأيضا سنطرح بعض النصائح للانطلاق في تعلم البرمجة. أولا، الانتشار الواسع للبرمجة. مع تطور البرمجيات وظهورها في كل جزء من جزئيات حياتنا، ظهرت المئات من لغات البرمجة وظهر الإقبال الواسع على تعلمها. فإذا أردنا أن نتعلم البرمجة، من أين نبدأ؟ هل نقوم بتعلم أكثر من لغة ونتابع في اللغة التي نراها مناسبة؟ إن تعلم أكثر من لغة لن يفيد، فهو هدر للوقت. إذن ما الحل؟ هل نقوم باختيار اللغة الأكثر شعبية لهذا العام واعتمادها للبداية؟ ربما يكون ذلك حل جزئي، حيث أننا عندما نصل لأولى مشاكل التعلم سنتوقف لعدم وجود دافع للتعلم. لذلك سنقوم في هذه الجلسة بطرح مجموعة من النصائح التي ننصح بها للانطلاق. أولى هذه الخطوات هي أن نحدد هدفنا. أغلبنا ينسى أن يسأل نفسه عن الهدف من تعلم البرمجة، ونقصد بذلك ما هي نوعية البرامج التي نرغب بتطويرها بعد تعلم البرمجة. وبمعرفة هالهدف سيكون لدينا الدافع للمتابعة. وكمبرمجين مبتدئين سنتحدث عن بعض التطبيقات التي من الممكن أن نعمل بها في المستقبل. سنبدأ بالتطبيقات الأكثر شعبية، وهي تطبيقات الهواتف الذكية. جميعنا أو أغلبنا يتعامل مع هذه التطبيقات، التي أشهرها تطبيقات الأندرويد وتطبيقات الآي أو إس. بالنسبة لتطبيقات الأندرويد فإنها تتعامل كبرمجة مع لغة الجافا والإكس إم إل. أما بالنسبة لتطبيقات هواتف الآي أو إس فإنها تعتمد على مجموعة من اللغات أشهرها لغة الأوبجكتيف سي. بالنسبة للشق الثاني من البرامج فهو تصميم الويب. تصميم الويب يختلف عن تطوير الويب كما سنشرح لاحقا. أولا، تصميم الويب. تصميم الويب هو إعطاء صفحات الموقع شكلها، فهو يتطلب تصميم الموقع على الفوتوشوب، ومن ثم تطبيق هذا التصميم بلغات ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. أما بالنسبة لتطوير الويب فهو المسؤول عن عمل صفحة الويب. سنأخذ مثال للتقريب: صفحة التسجيل في فيسبوك شكلها البسيط هو مسؤولية المصممين، أما عن عمل الصفحة من التحقق من صحة البريد الإلكتروني وكلمة المرور إلى قبول التسجيل فهي مسؤولية المبرمج. من أشهر لغات البرمجة لتطوير الويب هو الـ PHP والـ ASP. أما بالنسبة للتطبيقات الموزعة فهي التطبيقات التي تعمل على أكثر من حاسب. تتطلب هذه التطبيقات تعلم لغات برمجة التطبيقات الشبكية مثل الجافا والسي شارب. أما بالنسبة للتطبيقات المكتبية فقد تطلب إحدى الشركات تطوير برامج تعمل فقط على الحواسيب الخاصة بها. عندها سنحتاج لتطوير برامج تعمل على أنظمة محددة. هنالك العديد من اللغات المستخدمة أشهرها جافا والسي شارب. أما بالنسبة لقواعد المعطيات فهي البنية التحتية لأي تطبيق سابق، وقد تحدثنا عنها سابقا. هي الجداول التي تخزن فيها المعلومات وتخزن بدورها على المخدمات، مثل مخدمات الفيسبوك التي تخزن حسابات المستخدمين وجميع معلوماتهم. تقسم قواعد المعطيات إلى قسمين: العلائقية واللا علائقية. العلائقية وهي التي تنظر إلى العلاقات بين الكيانات، من أشهر لغاتها MySQL. أما بالنسبة لقواعد المعطيات اللا علائقية فهي تنظر للكيانات على أنها أغراض، مثل كاساندرا ومونجو دي بي. بالنسبة للذكاء الصنعي، يعتبر الذكاء الصنعي تخصص في حد ذاته ويستخدم عدة لغات مثل البرولوج. بعد تحديد الهدف علينا تحديد اللغة التي من الممكن أن تحقق غايتنا. كيف نختار هذه اللغة؟ لنأخذ على سبيل المثال برمجة التطبيقات الشبكية، ولتكن لدينا جافا وسي شارب التي تحقق هذا الهدف. هناك العديد من الأسئلة التي من الممكن أن نطرحها. هناك أسئلة تتعلق بسوق العمل: هل البلد الذي نعيش فيه يحترم الحقوق الفكرية؟ إذا كان الجواب نعم فإننا سنتجه لبيئات التطوير المجانية. بيئة التطوير هي مجموعة البرامج والأدوات التي تسمح لنا بالعمل مع اللغة. بعضها يكون مجاني مثل إكليبس لجافا
وآخر يكون مكلف جداً مثل Visual Studio للغة C Sharp. هناك أسئلة خاصة تتعلق بميزات اللغات. هل البرنامج الذي نطوره نريده أن يعمل على كل من ويندوز ولينوكس؟ إذا كان الجواب نعم، فإننا سنختار الجافا، لأن لغات الدوت نت مثل السي شارب فهي تدعم فقط نظام تشغيل ويندوز. أسئلة تتعلق بطريقة تعلم اللغة. معظم الشركات تطرح كورساتها باللغة الإنجليزية، لذلك لابد أن نكون متقنين لها. أما بالنسبة لطريقة الكورس، فمن الممكن أن تكون مقروءة أو مرئية كالفيديوهات. بعد أن حددنا الأهداف واللغة، سنبدأ بالانطلاق، وهكذا تكون الجلسة قد انتهت. نأمل أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم. إذا كانت عندكم ملاحظات أو تساؤلات، نرجو طرحها على الإيفنت المخصص. السلام عليكم.